يا وطن قصدتك آلاف الأكف إليك ترحل بالدعاء، وأنا وأنت وقصتي زهر وماء، وحديقتان من الهوى وشذا عناق وانتماء، انتماء لهذا الوطن يمتد هذا الترحال مع هذه الكاميرا جمعا لرحيق الأمكنة من مداخل ومساحات سودانية مختلفة. اليوم هذا المدخل لأهل الرميلة، ننقل نبضهم الثقافي الاجتماعي والرياضي وحكايا الناس والحياة في الرميلة، فأهلا ومرحبا بكم عبر رحيق هذا المكان. على مدخل الرميلة مشاهدينا نتكلم عن تاريخ هذه المنطقة وتطور عن التركيبة السكانية وامتداد تاريخي كبير وصولا للحاضر. معنا أستاذ عباس فضل السيد عباس، واحد من أعلام هذه المنطقة، حيحدثنا عن أحداث تاريخية، حيحدثنا عن الرميلة ونبضها في التركيبة السكانية وفي التاريخ. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وله. الحقيقة قبل ما أخش في عملية تاريخ الرميلة، نحن زي عندنا كان كتاب الآن عملناه عن تاريخ الرميلة، فيه تفاصيل كثيرة حقيقة، ويمكن ما حقوله هسه عبارة عن مقتطفات من هذا الكتاب، يعني في جميع المناحي، حتى من ناحية تاريخية فيه أكثر من 6 محاور، حتى محور المرأة زادوا فيه، اشترك فيه الحقيقة أجدادنا وآبائنا وأخواننا الكبار، وإحنا ذاتنا عاصرنا فترة من هذا الجيل، فالمعلومات اللي أخذناها منهم كفيلة كانت بأنه تركز هذه المعلومة، وده بالإضافة إلى أنه استعنا بكتاب الأنساب من الجزء الثاني خاص بالبروفيسور عون الشريف قاسم، واللي هو يعني ورى نسب الرميلة بينتمي لوين. يعني نحن حنتكلم عن التفاصيل دي كلها في الكتاب، حنتكلم عن الانساب، لكن كده خلينا بداية كده نبدا بالاسم نفسه. انا قلت قبل ما اخش، اي نعم، الرميلة تاريخها حسب علمنا زي ما قالوا اجدادنا بيرجع للقرن 14، قديمة يعني، يمكن هي ام الخرطوم، ونتجت من انه أهلنا الشكرية والدباسين والشكرية هم أولاد عم شكير وبشير، دي الأخوان أشقة، اختلفوا في المرعى، كانوا في رفاعة في الحصحيصة، فلما اختلفوا بشير جاء من الناحية الغربية للحصحيصة وابتدى يزحف لغاية ما جاء عند الجريف، ومن الجريف لما ابتدى جاء لغاية الرميلة. من ذلك التاريخ بدأت الرميلة يعني، وهي أساسا من سلالة الدباسيين، تلم معاهم الجموعية من الفتحاب، وابتدت الأنساب برضو تتوالى، يعني هي من القرى القديمة اللي من خلالها توجدت توتي، الفتحاب، بري الأماب اللي هي بيقول سموها بري الشريف، واحنا هسه عندنا هنا الأماب بحر أبيض، وهناك ديك الأماب بحر أزرق. ويمكن الكتاب ده يعني راجعوه عدد من الاختصاصيين التاريخيين واجازوا جزء، خاصه اخونا الطيب محمد الطيب الله يرحمه، بتاع صور شعبيه.
فتاريخها قديم. وبعدين ظلت هي أرض بتاعت مرعى وزراعة، وكانت بتمد الخرطوم ده بكل الخضروات، يعني خرطوم القديمة اللي هي سوقها كان في محل الواحة الآن في ميدان الأمم المتحدة. منتجات الرمالة من المزارع كانت بتمشي هناك، بالإضافة إلى الأسود كان عندنا الجرجير والليمون وكده وبتاع. هنا كان عندنا الخضر كلها، الطماطم الأسود البامية مش عارف، كل الأشياء دي كانت بتمشي. وكان أهلنا بيستعملوا دائما لمأخذ الحمير والبتاع دي، ما كان عندهم طرق بتاع مواصلات متقدمة، عشان كده بنقلوا بيها. عندهم قفاف بيخطوها في ظهر الحمار، في عود كبير كده بيخط فيه القفاف من عدد من الناس، وبيمشي يبيعوه هناك، بينزلوه للناس. الناس اللي بيبيعوا بالقطاعي، يعني هم بيبيعوا بالإجمالي، وديك الناس بيبيعوا بالقطاعي. واستمر هذا العمل حتى لما انقفلوا النازين كعمل الواحة، انتقلوا للسوق المركزي، سوق المركزي الخرطوم. وارضه كان بيمشي عملوا لهم شوية طور مسألة المواصلات، عملوا لهم بكاسي وابتدوا يشيلوا الخضار من بدري الصباح، بدري يمشي ويوزعوه ويجي. الرميلة ما قلت لي الرميلة الاسم ذاته، يعني الرميلة نفسها الاسم جاء من وين؟ والله طبعا دي اختلفت فيه الآراء، يعني كثير من أهلنا يقولوا والله يمكن جاءت من تسمية الرميلة الخاصة بالفسطاط في العراق، لأنه أهل الرميلة جدهم جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب وواحدين. لكن في آخر حاجة وصلت إلى أن الحتة دي كانت عبارة عن جوز بتاع رمل، أو منطقة بتاع رمل كبيرة جدا، فزي رجعنا الاسم إلى منطقة، إلى عملية الرمل الكثير في حتى الجوز ده بنسميه جوز الرميل، عشان كده فرجعنا. أرجح إنه هو من الرمل. يعني نعم، أنت تكلمت عن إنه هم عندهم منتجات زراعية بيسوقوها في أسواق مختلفة، تحدثت عن سوق الخرطوم وكيف تنقلوا له، لكن خلينا نتكلم عن الأعمال نفسها. يعني أهل الرميلة بيعملوا، يعني في حديث عن التاريخ والتطور الحالي، يعني الأعمال المختلفة لأهل الرميلة غير الزراعة. ما بس منتجاتهم الزراعية دي، عندهم تاني أعمال. النسوان عندهم شغل، بيعملوا القفاف، بيعملوا البروش، بيعملوا أشياء كده بصناعات، بيعملوا عندهم القطن برضو بمترارون ده، بيعملوا الفرات، بيعملوا أشياء كثيرة يعني. فدي من منتجات النسوية. النسوان ذاتي كان عندهم جانب كبير في عملية الحياة في الرميلة، حتى بيساعدنا الرجال برضو وقت الحصاد، يعني بيمشون هناك البحر بيحصدوا مع أزواجهم وكده وأخوانهم وأهلهم. والأسر كانت متعاونة، الناس كلهم كانت أسرة واحدة. يعني إذا جاء واحد هنا بيمشي يشبع من هناك، ما في زي الآن شوية الناس قابضين وكده، لكن كانت الحياة بالنسبة لهم سهلة. إذا أنت الآن ما عندك إدام تمشي تأكل، ممكن تمشي فلان الفلان تشيل إدام وتجي تأكل بدون حرج. والتفاصيل الاجتماعية اللي أنت بتتكلم عنها دي في أشكال التكافل، كيف بتنعكس على حياة الناس؟ تمام، الناس كانوا في عز، وكانوا في إخاء، وفي توادد وتراحم متناهي. دار أقول لك حاجة، الضربة بتاعت عبد الفضيل الماز وعبد اللطيف على عبد اللطيف سنة 24، كلهم درمان دي كسرت جات الرميلة. استضافوهم ناس الرميلة دي كلهم، سكنوهم معاهم، أكلوهم وشربوهم معاهم، لغاية ما انتهت الأزمة الناس بعد ذاك رجعوا لمساكنهم لأهلهم. التفاصيل الاجتماعية حالياً نحن نتكلم عن مناسبات اجتماعية، عن غير حتى من أشكال اختلاف التركيبة السكانية. أنت دائماً مثلت بتتكلم عن كان وكان، فحديثاً غير أهل الرميلة هم في ناس من كل السودان موجودين داخل الرميلة. نعم، فشكل التعاون الاجتماعي بينهم ممتاز جداً. نحن طبعاً أسات يعني تواصل معنا عدد من أبناء الغرب، من أبناء الشرق، من أبناء الجزيرة، من أبناء الشمالية. مش تواصل ساكت وسكن وكده، لا، تواصل وتناسب كمان وتصاهر مع بعض، بقد أسر متصاهرة. الآن عندنا يعني أسر تنتمي للشمالية وتنتمي لهنا، أسر تنتمي لبورت السودان وتنتمي هنا، أسر تنتمي للجزيرة وتنتمي لهنا، وأسر تنتمي للغرب هناك الأبيض وكده وتنتمي لهنا. ويعني المسألة دي ظلت وأسر معينة، إحنا حقيقة فصلناها تفصيل دقيق في الكتاب، لكن الواقع الآن العام
هو أنه هذه الأسر ما تزال تزاوجوا من هنا، يسكنوا معنا، تزاوجوا مننا، تناسلوا أولاد عندهم بيوت ملك الآن قاعدين فيها بأولادهم وكذا. فالمسألة في غاية التوادد والتراحم مع بعض، ما حصل بيناتهم خلاف على الإطلاق. ده بالنسبة للحياة الاجتماعية. خلينا كمان نتكلم عن أعلام ومعالم، يعني خلينا نبدأ بالمعالم. أهم المعالم الموجودة في الرميلة شنو؟ والله المعلم الرئيسي أشكان زمان قبل 46 هو المعلم بتاع أشكان بالإنجليزي، كان كان بالإنجليزي، كان مشيته وشفتوه صحيح. كان بالإنجليزي، كان في معسكر جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، كل الناس جوا هنا قادة الجيوش والبتاع، وده كسروا الفيضان بتاع سنة 46 مع بعض المنازل الغربية دي اللي أدوهم في مربع خمسة، مربع خمسة الرميلة، أقول على مربع خمسة الجوز، لكن هو الرميلة الجديدة، لأنه نتجت من الناس من هنا الخواجات نقلوهم لقدام يعني. ف ده واحد من المعالم. واحد من المعالم. عندنا هنا المعالم الثانية، يمكن المساجد الأربعة أنت شفتوها دي. معالم الثانية المدارس، مدارسنا عندنا المدرسة، حتى آخر حاجة آخر مدرسة نموذجية يمكن شفتوها، كلفت الدولة حوالي مليون دولار تقريبا، اللي هي المدرسة المزدوجة بنات. ومقابر الرميلة أيضا. مقابر الرميلة ده أثر تاريخي كبير، دفن فيه حتى مجموعة أولاد الترابي اللي حاربوا في المهدية. وبدت بدوا هناك، هسه مدفونين هنا يعني عندنا، وزمان كنا نسميها وسموها الترابي، ما كانوا يسموها الرميلة، لكن الناس يعني طول المدة صوروها وهي كانت مقابر الرميلة، بيجوا بيدفنوا فيها ناس الحلة الجديدة وناس الجوز، ناس في بعض مرات ناس اللاماب وجماعة اللي بيجوا برضه. فأصبحت معلم من المعالم البارزة في الرميلة يعني. ونحن لولا طبعا الرميلة زي قلت لك تاريخ الامتدادة بيمتد من البحر ده، من النيل الأبيض حتى ترس والدبزيت في الجريف. كل أراضي كانت خاصة بالرميلة، أراضي زراعة مطرية، أراضي مراعي للأغنام والبتاعة أهل الحي. لكن بعد ما جاءت بقى المدنية كثيرة وتداخل الناس والبتاع، استقطع جزء كبير جدا، وأصبح القضيب ده الخواجات عملوا فصل بيننا وبين بين التمدد لقدام يعني. هم إلا مربع خمسة ده اللي عمل ومربع الرميلة خلف المنازل اللي كسر الفيضان وكذا. والقضيب كمان واحد من المعالم. نحن تكلمنا عن المعالم، خلينا كمان نتكلم عن الأعلام، يعني أهم الشخصيات المميزة واللي عندها آثار في الرميلة وفي السودان عموما من الرميلة. والله طبعا نبدأ أول حاجة من المعالم، من الرجال الذين يعني كان لهم دور كبير جدا في هناي، والشيخ ضفع الله الغرقان هنا ده صاحب المسجد ده، الفكي محمد اللمين ده كان صاحب أول خلوة عملت في الرميلة، شيخ التوم، شيخ محمد التوم فضل المولى، والآن ابنه مكرم بيقوم بعملية بتاع التجديد ويعني واستحداث مسائل كثيرة جدا ترقى بالشباب دي إلى مستقبل أحسن. عندنا ثاني من الأعلام طبعا عندنا أخونا الموسيقار الدكتور عثمان مصطفى، من الناس الكبار جدا، كثيرين هم أبناء عندنا الرميلة. عندنا أخواننا المراحيم ده الأستاذ كباجي محمد الجزيري الله يرحمه ويسهله، وكان مدير التعليم بالمحلية، كان يعني أعلام كثيرين يعني، ما الحصر بتاع يعني الواحد ده على سبيل يبقى صعب في مساحة بسيطة يعني. هي المساحة نعم صحيح، ده على سبيل المثال يعني. ونحن بنتكلم عن الرميلة، بنتكلم أنت قبل ذكرت إنه أحياء مختلفة أيضا، خلينا نتكلم عن أبرز الأحياء الداخلية يعني التكوين للرميلة. والله إحنا أقرب منطقة إحنا هسه الآن جزرنا تمتد من الجريف للرميلة، من اللاماب للرميلة، من بري اللاماب بري شريف للرميلة، من توتي للرميلة. هل تعلم أنه الناس عندنا الليلة إحنا حبوبتنا وحبوبتنا بالذات عند أراضي في توتي، عند أراضي في توتي، والأهل دول كلهم ممزوجين ببعض. حتى عندنا
جدنا عمر البلولة ده أول زول مرق من هنا ببهاي مسكن في العشرة. هسه العشرة الآن لقت حاجة ثانية خالص. الناس كانوا بخافوا من يمشوا هناك العشرة، حتى جدودنا أبو يعني جدي شقيقه أبو أمي قالوا له تمشي، قال له أزول أمشي بكلابك دير هناك بعيدة، لكن إحنا ما نقدر نمشي معك. فالمسألة يعني الناس كانت ناس الحياة ذاتها كانت سهلة، ما كان فيها بسيطة. يعني مشقة وصعب صعوبة والضنك الآن الموجود ده ما كان موجود الحمد لله. ومع كل الموجود اللي انت بتتكلم عنه، احنا شاهدنا برضو بساطة لأهل الرميلة وحكاية اجتماعية احنا هنتكلم عنها بالتأكيد. شكرا لك جزيلا. الله يبارك الله فيك. شكرا جزيلا والله. عباس فضل السيد عباس، واحد من أعلام الرميلة، يتكلم لنا عن التاريخ، السرد التاريخي وجغرافيا المكان، كيف امتدت الرميلة في مساحات ومحاور مختلفة. احنا هنكون معكم في خطوات مختلفة من داخل هذا المكان الرميلة. مشاهدينا ونحن بنجمع الرحيق لأي مكان دائما نتحدث عن المكان قديما، نتحدث عن التنمية والتطور لهذا المكان، ودائما عندما نتحدث عن التنمية والتطور نتحدث عن التعليم كخطوة أولى في هذا التطور. المدرسة اللي احنا فيها حاليا هي مدرسة الرميلة، أول المدارس التي أنشئت هنا في الرميلة. معنا أستاذ حاتم عبد الرحمن إدريس، هو كان واحد من طلاب هذه المدرسة والآن هو مدير مدرسة الرميلة. مرحبا بك. مرحبا أستاذة، الله يبارك فيك. تحية لك. ونحن بنجمع رحيق الرميلة لازم نتكلم في جانب مهم هو جانب التعليم. خلينا نتكلم عن بدايات التعليم في الرميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد يمكن التعليم بدأ قديم جدا، التعليم يمكن قبل الاستغلال بدأ بتعليم الخلاوي كما هو معروف في جميع أنحاء السودان. ثم بعد ذلك جاء التعليم النظامي، وهي كانت أول مدرسة، هذه المدرسة أمامكم دي، فنشأتها كانت سنة 1955. ثم بعد ذلك كانت مدرسة الرميلة الأساسية بنات، ومدرسة الرميلة 2 المتوسطة الآن بقت مدرسة الأساس، وأيضا تضم هذه المنطقة يمكن حوالي 4 رياض للأطفال، وأيضا مدرسة خاصة هي مدرسة الملاذ. يمكن كنت من المحظوظين، يعني يمكن أنا درست في هذه المدرسة وجيت وجيت فيها معلم، والآن هي أنا مدير المدرسة. يمكن الشرف ده كان لأبونا ووالدنا وحبيبنا الله يرحمه ويغمده وواسع رحمته الأستاذ الجليل أستاذ كباشي، هو من أبناء هذه المنطقة العريقة، كان أول مدير من المنطقة. ممكن شرف، يعني شرف كبير أن أكون أنا المدير من أبناء. صحيح، وأنه تكون طالب ومعاصر لعصور مختلفة للتعليم، وصول لأنه تكون مدير اليوم لهذه المدرسة. لكن زي ما ذكرت أنه هو بدأ بالتعليم غير الأهلي والتعليم غير النظامي. خلاوي. يمكن هاي كثير من الناس بيتكلموا عن بداية التعليم في السودان عموما بالخلاوة. نعم نعم نعم. ثم تغير وتجب بعد ذلك تطور إلى حتى يمكن النادي، نادي الرميلة أيضا هو مؤسسة تعليمية الآن، لأنه فيها يعني تقام كورسات لطلاب الشهادة السودانية، وبرضه نحن في الجانب يعني أيضا مدرسة الملاذ مدرسة خاصة برضه أدت المنطقة برضه يعني أدتها سمعتها ثاني وكذا. يمكن المدرسة منذ القدم الآن يعني الحمد والشكر لله، يعني يمكن السنة اللي فاتت كنا يمكن على مصاف المدارس هنا في وحدتنا، وحدات
خرطوم غرب وماشيين لقدام المتميزة يعني إن شاء الله ربنا يعني صحيح. ودائما اللي نتكلم عن التميز في التعليم بينعكس على كل الجوانب الأخرى يعني الثقافة والرياضة وغيرها من المحاور حتى الاجتماعية. لكن خلينا نتكلم عن المؤسسين والمنشئين للمدارس المختلفة عن أعلام التعليم في الرميلة. والله طبعا نحن نقول أعلام التعليم أبونا أستاذ كباش الله يرحمه ربنا يرحمه. أي طبعا ممكن من يعني من يعني أنا أول الذين أسسوا للتعليم أي مراد الرواد. وفي يعني مرحوم حاج العاقب محمد النويري وأبانا الكبار دي كلهم يعني أساهم في هذه المدرسة. والمدرسة دي الآن يمكن قبل 3 أو 4 سنة كانت بصورتها القديمة اللي هي الأربع مدارس أولى وثانية وثالثة ورابعة. فالآن المدرسة دي أعيد يعني تأهيلها في سنة 2012. بقت فيها فصول مختلفة أي بقت بشكلها دي يعني هي كانت شكلها القديمة هي لحد ما 2012 هي وضفت لها السادس وسابع وثامن. لكن الآن هي المدرسة بشكلها ده دي يعني تمت اعادتها اعاده تاهيلها بنقول بالاصح اعاده تاهيلها في 2012 من ابناء الرميله جهد ابناء الرميله صحيح. ويمكن ده الجانب اللي عايز اتكلم عنه يعني دائما الجهد الخاص بابناء الرميله انعكاسه على التعليم يعني حتى في الدعم المادي وغيره للمدارس المختلفه ولاطر التعليم الثانيه. نعم وانا يمكن يا جماعه والله اقول بامانه يعني يمكن يعني انا محظوظ انه من ابناء الرميله يعني لانه لو حققت النجاح ما حققته انا لولا وقفت اهني يعني ناس الرميله والله واقفين معانا عندنا مجلس ابا. لكن انا بطلع الشارع لاي بمشي النادي بمشي اي بيت من بيوتنا ونطرقه وما بقيفوا يعني وده دي اللي بيستحقوا كل زول بيقدم للتعليم فطبيعي المعلم. وانا عشان كده انا بحييهم والله بحيي اهلنا المعلم عموما عندنا في كل مساحاتنا السودانيه هو محترم يعني دائما ورايه هو الاول. خلينا زي ما تكلمنا عن انه هم عندهم الاثر الايجابي على التعليم نتكلم ايضا عن اثر التعليم والمدارس المختلفه وطلابها كيف بياثروا في البيئات للرميل عموما اذا كانت اجتماعيه او حتى جانب الصحة وإصحاح البيئة وغيره من الأشراكات في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية. طيب كنا نتكلم عن جانب الصحة لأنه مهمة جدا صحة يعني. أنا أفتكر إنه الزول المتعلم المتحضر لازم يكون قاعد في بيئة صحية يعني تناسبه يعني. فحقيقة يعني إحنا في المدرسة مشاركين في العمل الصحي ده ما كلام دي حقيقة والله مساكين في العمل الصحي في داخل الحي سواء كان نظافة أو أي عمل داخل الحي مهتمة بالصحة أيوة طلابنا ونحن كمعلمين مساكين لإيه لأنه أصلاً إحنا يعني المعلم ده ما معلم شامل والطبيب والمحامي زي ما عارفين ما أنا أقول لكم لكن حتى المعلمين عندنا المعلمات معنا من بنات المنطقة يعني فالجهد يمكن واضح في الحي يعني صحيح جانب وذاته لما نتكلم عن المدارس عن المعلم كمربي نتكلم عن تنشئة الطالب بالتأكيد ما الجانب الأكاديمي فقط خلينا نتكلم عن إنه كيف إنه المعلمين اللي بيقدموه للطلاب عشان تكوين شخصية أكثر من إنه هو تعليم أكاديمي. أسي نحن الآن يعني عندنا في 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 المدارس بقت عندنا حته بتاعت المعلم اللي هو الاخصائي الاجتماعي. فالمدارس تعاني اجتماعيا كثير جدا جدا. فالمعلم الاخصائي الاجتماعي بيشارك في حل القضايا المشكلات دي حتى نحن المعلمين حتى لو ما متخصص اجتماعيا ده شغلي انا ذاتي نصل البيت بنعرف حاصل شنو التلاميذنا بيكونوا قريبين لنا دي كله عشان ننهي حياة كثيرة جدا جدا ونحن عارفين يا جماعة الآن الشارع بقى صعب يعني رغم إنه أنا مؤمن تماما إنه الشارع ذاته مدرسة يعني فالسلوكيات برا يعني دي يمكن من المشاكل السلوكيات في الخارج دي بتجي من الناس فاقدين الفاقد التربوي نحن بقدر الإمكان نقلل الحتة دي على أساس إنه ما يكون عندنا فاقد تربوي ودي مشاركتنا نحن المعلمين ودي كده بكون بصوره مباشره خدمنا
مجتمعنا وأثرنا في المجتمع بتاعنا. صحيح، هو التأثير في المجتمع بيبدأ بالتأثير في الطلاب. نعم. حتى في الجانب الثقافي، خلينا نتكلم عن وجود الجانب الثقافي داخل المدارس. والله في الجانب الثقافي ده أنا يعني بستحضرني إنه يعني أبنائنا كتار من أبناء المدرسة تخرجوا من هنا. أخونا مرتضى عبد الله فنان والنعيم ومحمد حسب النبي، مجموعة من يعني معلش الذاكرة ما يعني، لكن وأستاذ عثمان مصطفى فنان العلم هذا الهرم الشامخ من أبناء هذه الحي، وأنا هو برضه من أبناء هذه المدرسة قديما يعني. ف يعني رغم ما تقطعوا عيني يعني الثقافه موجوده دائما موجوده اكيد يعني. شكرا لك جزيلا، بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا حاتم عبد الرحمن ادريس، وكان حديث عن التعليم في منطقه الرميله. مشاهدينا يتواصل معكم نبض الناس وحكاية الحياه من الرميله. جدد التحية لكم مشاهدينا من داخل نادي الرميلة الرياضي الثقافي والاجتماعي، مساحات مختلفة للنبض الثقافي أيضا داخل الرميلة. سعداء أن يكون معنا الأستاذ طلال أحمد صديق مسؤول الإعلام بهذه الدائرة، ويمكن تحدثنا في مساحات مختلفة عن الرميلة، النبض الاجتماعي والنبض الرياضي. خلينا نتكلم عن الجانب الثقافي في الرميلة. الثقافة في الرميلة هي يعني منذ نشأتها، يعني الرميلة هي تاريخا من ناحية ثقافية قبل السلطنة الزرقاء. فالعمل الثقافي في الرميلة عمل يعني له دور كبير وانتشر. يعني في نادي الرميلة على وجه الخصوص كانت هناك يعني بعض الندوات واللقاءات من الرابطة الثقافية، من رابطة الرميلة للأدب أو الآداب، ورابطة الرميلة للثقافة برضو، ورابطة امتداد الرميلة. وكان أول سكرتير ثقافي في نادي الرميلة عبد المنعم الطيب همزة، وقام نادي الرميلة بدور ثقافي كبير في مطلع العام 90، وعملنا يمكن برنامج ثقافي متكامل. كان في برنامج ثابت اللي هي اسمها ندوة الاثنين. ندوة الاثنين تناولت كل الجوانب الثقافية بتغام داخل داخل هذا النادي. ومن أشهر المشاهير في العالم إنه عملنا ندوة دينية، أقام لنا دكتور غنوشي وهو تونسي إسلامي آنذاك، فحتى تناولت الإذاعات العالمية الرميلة، وإنه أقامت ندوة ثقافية للغنوشي في هذا النادي. وغمنا ندوات مختلفة، يعني حتى برنامج السلم التعليمي كان آنذاك أستاذ عبد الباسط السبدارات كان وزير التربية والتعليم تناقشت في ندوة الاثنين، وكانت داخل هذا النادي. وكان سكرتير النادي الثقافي آنذاك كان أستاذ أسامة محمد جهلة، أستاذ هو الآن محامي ومتفرغ للعمل الخاص. ويعني قمنا بعمل كبير داخل مساحات ثقافية مختلفة. يمكن نحن نتكلم عن تاريخ وعن امتداد تاريخ للثقافة في الرميلة، تكلمت عن حتى محاضرات كانت خاصة وندوات خاصة وكانت بصمات ثقافية داخل الرميلة. خلينا نتكلم يعني عن الحاضر والواقع الآن في نادي الرميلة وفي الحركة الثقافية في الرميلة. بتقدموا شنو شراكات الشباب أيضا في المنتديات الثقافية، المساحات الثقافية المختلفة؟ العمل الثقافي الآن في الرميلة بصورة يعني عام الآن توسع أفضل من الزمن السابق. ففي نهضة الرميلة الثقافية هي عاملة عمل كبير جدا، برضو كان فيه برنامج أسبوعي بيقام فيه بيجيبوا شخصية بتتناقش بيتكلم في موضوع معين، بعد ذلك في فنان بيجي يقضي يعني ليلة ثقافية ويتكلم يعني الحقيبة وهكذا. فالعمل كان في الرميلة في بالذات في الفترة الأخيرة كان مميز أكثر من السابق. لكن في هذا النادي أنا يعني أرجع لك لورا شوية، من أميز الشخصيات برضو المروا على هذا النادي في العمل الثقافي كان عملنا ندوة عن الشعر، وتكلم عنها مبارك المغرب الشاعر الكبير، فكانت برضو حدث من الأحداث. وكانت إسهاماتها حتى الصحف يوميا كان يتكلم عن ندوات والعمل الثقافي في الرميلة.
صحيح. اما الان يعني بصوره موسعه افضل من زمان لانه لقى انتشار، لقى رواج من جهات الاعلام الاخرى، ويعني الحمد لله بصوره اوسع. صحيح. وشباب ونسبه التعليم هي ذاتها زادت، المثقفين زادوا. وما شاء الله يعني الان الرميله فيها السفراء وفيها القضاء والمحامين وضباط الشرطه من ناحيه ثقافيه، انتشرت ثقافة في هؤلاء وكان العمل الثقافي افضل من زمان. صحيح. ويمكن ذكرت انه رياض الرميله من الانديه المميزه، وصحيح نحن حتى في التناول الاعلامي في اغاعات خاصه لنادي الرميله. جانب ثاني والمثقفين وتناولهم لقضايا مختلفه، خلينا نتكلم عن الهموم الخاصه بالرميله والقضايا المجتمعيه، كيف بتاثر في المثقفين وكيف بيتناولوها من خلال المساحات الثقافيه ونحن بنتكلم عن نادي ثقافي. نحن في يعني العمل العمل المؤثر، نحن الان في 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 الرميله وفي نادي الرميله، الان هذا النادي هو ملك او دار العمل الوطني. دار العمل الوطني يعني الان نادي الرميله هو نادي يعني مختص بالثقافه وبالرياضه وبالعمل الاجتماعي وكذا، لا يوجد له دار، يعني دار ملك لنادي الرميله. إن كان النادي ده سابقا في جزء آخر من الحي، وتم تخطيط للحي فيمكن أزالوا النادي وأضافوا لنا ناس العمل والعمل دار العمل الوطني اللي هو ده استضافونا فيه، والآن نادي الرميلة ما عنده. فدي برضو من الأشياء اللي بتخلي المثقفين إنه يحجموا عن العمل الثقافي أو يساهموا فيه، فلو لقوا دار خاصة بهم شيء متميز اكيد كل المثقفين حيبدعوا وحينشروا ثقافتهم من هذا النادي لكل الاحياء. صحيح. ونحن دائما لما نتكلم عن المثقف حتى كيف كانت الخصوصيه للدار او غيره نتكلم عن شراكتهم في الهموم الاجتماعيه، واليوم نحن بنتكلم على البصمات الخاصه في التكاتف والتكافل الاجتماعي في المناسبات المختلفه داخل الرميله، يمكن تكلمنا عنها في مساحات سابقه، لكن يعني انا دار اتكلم عن يعني انعكاس الاثر الثقافي للمثقفين على المجتمع، وهي مسؤوليه اجتماعيه نحن بنتكلم عنها. اكيد تمت نهضه يعني في كل بيوت هذا الحي. يعني المثقفين اي بيت في هذا الحي يعني فيه نسبه كبيره جدا من المعلمين الان وبتعليمهم وبثقافتهم واول شيء استقفوا ازدادوا ثقافه وثقفوا اهلهم. يعني الان العمل الاجتماعي ما زي زمان، يعني العمل بقى بثقافه اخرى، بثقافه متطوره، بثقافه شكل يعني. فانهم ساهموا مساهمه كبيره في العمل الاجتماعي بثقافتهم، والان الرميله فيها اميز المثقفين. صحيح. ويمكن نحن لما نتكلم عن الثقافه ذاتها بنتكلم عن ثقافه عامه حتى لغير القارئين والكاتبين وغيرها، وفي حديث عن محو الاميه وغيرها من المساحات اللي ممكن تكون حتى هي فيها تثقيف وتوعيه لاخرين غير اللي هم النخبه الموجودين. يعني نحن الان انا في هذا الحي في مثقفات في هذا الحي ما قروا ولا بيعرفوا يقروا ولا بيعرفوا يقروا، لكن الان ثقافتهم عاليه جدا. اكتسبوا هذه الثقافة من الإذاعة، من أبنائهم، من يعني استماعهم للندوات واللقاءات، يعني ازدادوا ثقافة. الآن ممكن ينافسوا القارئين يعني أو المثقفين في 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 منابر يعني. فهم الآن والله نحن نفتخر بهم، فدي هي من الأشياء دخلت على الأسر الغير متعلمين في 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 تعليم للثقافة من أبنائهم ومن الإذاعة والتلفزيون والقنوات السودانية وغيرها. فنحن نتمنى أنه أيضا تتحقق أمنياتكم الثقافية. شكرا لك جزيلا طلال أحمد الصديق مسؤول الإعلام بهذه الدائرة. سنستمع في المساحة القادمة لنزار فتحي وهذه الأغنية الخاصة بالرميلة. في الرميلة جمال فنون، في الرميلة جمال فنون، في الرميلة جمال فنون، بتلقى الريت في كل مكان، بتلقى الريت في كل مكان، صور مبتهجة بالألوان وناس حنان هنا
في كل بيت إنسان هنا، في كل بيت إنسان كثير بالطيبة، قلبه ملان كثير بالطيبة، قلبه ملان وفي جواه روض وجنان، وفي جواه روض وجنان، بخش في الروح بلا استئذان، أهلنا وناسنا وأحبابنا في جواي وافتخر بهم، أهلنا وناسنا وأحبابنا في جواي وافتخر بهم، كثير أنا قلبي طاريهم، كثير أنا قلبي طاريهم، ولو هسه وأنا معاهم بحن واشتاق كثير ليهم، ولو حتى وأنا معاهم بحن واشتاق كثير ليهم، أنا من الرميلة كل صباح بتطلع شمس، كل صباح بتطلع شمس، وكل صباح بتطلع شمس، كل صباح بتطلع شمس، بتبدى ضياها من بلدي تلامس، ضجة الخرطوم تهبيش فرحة درمان، تلامس ضجة الخرطوم تهبيش بحر يوم درمان، تلح للنيل مشاعر تلهب الوجدان، تلوح للنيل مشاعر تلهب الوجدان، تحري كل كامن فيك، تحرك كل كامن فيك، والرمالة حقيقي في السودان، الرمالة حقيقي في السودان، الرمالة حقيقة في السودان. مشاهدينا، مع دخولنا من كل المداخل لنرفع البصمات الاجتماعية ونجمع الرحيق لمساحات مختلفة، دائما شذا خاص ورحيق أصيل وخاص بالنساء. سعداء اليوم أن نجمع رحيق نساء الرميلة، وبنتكلم في تفاصيل اجتماعية تخص النساء بشكل خاص. مرحب بكم جميعا، ونبدأ معاك حاجة الروضة. يمكن وكثير نحن بنتكلم عن النساء، عن تجمعات النساء، خلينا نتكلم نساء الرميلة بيجتمعوا على شنو؟ والله طبعا بنعمل اجتماعات وبنعمل ضمنها خيرية للبكيات وللأفراح، وطبعا بفتح محلات المدرسة للأطفال بعد الإجازة وتعليم للكبار، وطبعا عملت بتاع الهلال الأحمر، خرجت دفعة وكان معي دفعة من جامعة جوا في النادي هناك، وشغال الحمد لله من زمن جحفر النمير، أنا شغال في مربع اثنين ده. صح، وعرفت إنه يعني حاجة الروضة بشكل خاص كانت يعني من الاتحاد النسائي، هي بتعمل في العمل العام واشتغلت شغل كثير في 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 الجريف. فخلينا نتكلم يعني عن إنه المرأة في الجريف كيف بدأت التعليم وكيف اتطورت. والله طبعا الانسان تتلم كلهم صوب بعض وبنتمع معانا، وكلنا نمشي في محلات اجتماعات بنعمل كده وندور ده وندور ده لغايه ما تتطور الحكايه بنعملها صح. التفاصيل الاجتماعيه حاجه الضريح، يمكن هي اتكلمت عن انه تفضل المايك، اتكلمت عن انه يعني عندكم تجمعات خاصه وانتم في المناسبات بشكل خاص. خلينا نتكلم يعني في الافراح مثلا، انتم بتعملوا شنو؟ ايش بنعمل؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه. والله انا طبعا ده لا اكلمكم اذا انا عملت شنو في البحر، يعني بنعمل الزراعه، بنزرع ونمشي مع ابوي طبعا زمان كنت يعني
زمان يعني كنت والله ما قصرت طلب منهم، الحمد لله والشكر لله. الخضار طبعا اي خضار طبعا بنزرع، البامبي، الخضره، الريجل، كل شيء بنزرع، البصل، اي حاجه بنزرع الحمد لله والشكر لله. ديك العافيه الحمد لله يا شي عملنا الحمد لله. صح، يعني دي تفاصيل يمكن يعني دائما بيقول هي للرجال، لكن كثير من النسوان نشوفهم انه ما عندك اخوان ما اشتغلت طبعا. ويمكن يعني هي هم بيتكلموا عن الزراعه، هي كانت تفاصيل، لكن يعني الكلام اللي اتكلمت عنه الاول حاجة روضة اتكلمت عن انه عندكم تفاصيل اجتماعيه بتتشاركوها، وتكلمت عن انه انتم دائما متجمعين في الافراح وفي الاتراح. فخلينا نتكلم يعني التجمعات دي في الفرح مثلا انتم بتعملوا شنو؟ مثلا في الفرح كنت انا واحده بعمل الريحه في مربع اثنين للعرايس بعد اتزوجت، لكن كان زواجنا نحن كانت تزعلي من الزواج عشان انا وكلي وزواجنا نحن بالذات طبعا ما زي زواجات في زمان ما بيسالوكي حتى كان جاك راجل كان قريب كان ود خالك كان ود اختك وكان في اي شكل كان الا ود عمك يقبل لو ود عمك ما قبل ما بدوكي نهائي ما بدوه بشاوروه اول بشاوروه لكن انت نهائي ما بتشوفي الراجل داعمه شكله شنو سامح تدوري ما تدوري بيعرسوك ليه لكن الحمد لله من ما عرسونا ليه وماشوا احنا حقنا الاولاد انا دي واحد ود عمتي لكن لحد الان ما اختلفنا عريسنا مبسط يعني حتى في شيء نط موبايل فيها رياحنا دي بيجيبوا لك توبين والثالث حق بيت مهرنا كله 20,000 انا ابويا وامي 10 وود وامي 10 وعمتي 10 ما اختلفنا بالنسبه لله رياح اللي بيقولوها بجيبوها دي نحن زي ما شفت العلبه حق بنتهم بيجيبوا لك نصها ودب مغززات فيها الفتايات مجموعه صبرتيه ومن الكلام ده بتطلع اسمح ريحه ما زي يا دي حاجه كده انا بعملها حقت العرايس دي كلها وبرضه بتطلع زي ريحه الزمان في العلبه دي لا انت رايك شنو في الاختلاف التطور الجديد يعني ما كل زي الحسب او انت شايفاه تطور ولا شايفاه تكلفه تطور فيه وتكلفه فيه ما في كلام زي ده نحن زمان ما ترابيزه ده جبل اسي دي جبنا معانا الترابيز والدواليب وجبنا زيين لكن دايرين هنا الوحده لما تختار الراجل تشيله بخير وشره تشاركوا الحياه في ما ده انا دايره زي ديك وانا دايره زي ديك كان دايره انا نحن ما تنعلمين لكن انا بسوي ريحه العرايس دي هسه بتعلمون بتوصيهم علمت وانا بناتي طلع عن زي بسوينا للرياح وعرستين والله ده واحد فينا سابتي هذا والله ماشي ولا بشيل مال في بنات ستة بنات عرستين ما بشيل فينا اي مهر والله فخورة بيهم محترم مني وشايلني له حتى التوافق اللي انت بتتكلمي عنه ده يعني انت في ظنك انه ليه ما موجود حاليا ملقامه ده الناس تقلوا ديل بيرضوا ديل ما بيرضوا ديل ما بيرضن ديل بشاوروين ده دايرة ده ما دايرة دارته خلاص بيدوها بعد ده على حاجتهم دي في حاجه واحده ريحن اماتهم وريحن اماتهم هين بيجيبوا شنطهم براهم بيجيبوا رياحهم براهم عفاشهم براهم في الحته دي ريحونا الراحه كامله ونقول لك عم نقول ده شيء حيرت اختارنه زي ما اختارنا الراجل يلا يبقى بنات حزمات ولزمات وشيل الرجالين ده الكلام اللي احنا دايرينه اما بالنسبه لعرسنا نحن مستحيل يجي زينا عرس زمان سويت الصبحيه بيسووها 7 أيام كل يوم الصواني ده بيطلع من البيت 10 ولا 15 سنه لا جدو سينا دي اتصلوا لا صعبت بالدفار شايلينها بالدفار وبحكايتها ده كيفين الكلام ده يمكن الكلام اللي بتتكلم عنه ده ونحن هي بتتكلم عن توافق واستمراريه يمكن نسبته ذاتها بقت في الجيل الحاضر ونحن انت يمكن من جيل بعدها في مشكله ونحن كلنا متفقين على الكلام ده فانت بتعتقدي انه الاختلاف شنو يعني بالنسبه لكم في الرماله بشكل خاص يعني الحديث شنو في موضوع الفرح بشكل خاص والله بشكل خاص يعني الحكايه بقت كبيره شديد يعني مكلفه أسنة بتيع عيسى يعني يوم 9/11 عقيده يعني ما قاعدين نحب الحاجه المبالغه قلت لك الحاجه المبالغه ما حلوه انا اللي قدامك دي صداقي كان 10 جنيه انت ذات انا ذات اللي قدامك دي الحمد لله انا من مواليد 60
انا من مواليد 60 1 1 يعني والله بصراحه يعني مبالغ الحكايه تبدا من الرمال. هي العشرة دي يعني بيحددوها لكم انتوا بتكون حاجه معروفه بالنسبه للناس عموما في الرميله ولا انت بشكل خاص؟ والله انا ما عارفه لكن احنا يعني لا عموما ما قاعده تحكي تشيل مال كذا بشكل خاص ما احنا مما بنحددنا 7 عندها جهه ما بحددوها يعني كل زول بحسب قدرته. انت جبت كده ما بيحموك، ما جبت كده ما بيحموك، على حسب انت بتختار. طيب يا حاجه خلينا برضو نتكلم في تفاصيلكم الاجتماعيه في الزواج بشكل خاص، يعني الناس بتتجمع في البيت اللي فيه المناسبه بتعمل شنو النسوان عموما؟ والله يعني بيجاملوا الناس كلهم بيقعدوا سوا وبشوفوا المقصر وبشوفوا ما عنده دو، ويعني اجتماعيه كامله ما فيها حاجه قصر. كلنا بنجتمع احنا ناس الرميلة دي ما قاعدين نقصر، ما عنده انتم ليه وعنده نزيده، وطبعا يعني متفقين. طيب شكل التكملة ده بيكون كيف؟ يعني اذا زول انتم مجموعة وفي زول ناقص عنده حاجة، يعني قبل تكلمت انه عندكم صناديق خيرية كمان، يعني هي بتكون منها ولا انتم بتجمعوا في لحظتها؟ نحن المعانا والممعانا بنجمعوا ليه؟ معانا ومعانا بنجمعوا ليه؟ ولا بنحسس هما معانا نجيبوا له لحد عنده كان ميت لزول وفا ولا زول عنده فرح. هو كده حتى التفاصيل دي يعني هي خاصة بناس الرميلة بس والعائلات الموجودة أصلا قديم في الرميلة، ولا حتى لو جاكم زول جديد يعني جوا الحلة أنتوا بتعاملوا معه؟ بنتعامل معه وما بعد نحن اللي سبنا نتعامل معه جديد غريب أي زول بنتعامل معه، نحن النسوان بنتعامل معه. خلينا نتكلم في حاجات تانية، يعني نحن بنتكلم عن إنه أي مكان في السودان ده عنده حاجات خاصة به، حتى في الوجبات الناس اللي بيقدموها للضيوف أو الوجبات اللي بيتناولوها يوميا أو كده، فخلينا نتكلم نساء الرميلة يعني الوجبات السودانية الخاصة شنو؟ بالنسبة للعرس ولا عامة؟ عموما وخاصة في المناسبات يعني. خاصة في المناسبات الصبحية دي أصلا ما بيقوم بيسوون الفطير، لازم أماتنا يقول ده 7 يوم دي شفتي بيعوا سنو دي بتعوس ودي بتحمر يعني في شكل مربع. دي تشيل ده الملاح ودي تسوي الكسر ودي تسوي ده البعوسه في 7 يوم ده لا جدو الفطور ده بحصله. أسي دي بس تمشي على بومه تقيفي في النص جدو حبوب بظروفه. لكن زمان العادات دي ما عندنا، لكن يا هو زي السي اي طبيخ اي وجبه في الفطور زي ما زمان كانت موجوده هاي. كانت موجوده. نقعد خلينا نسمع راي الجيل الجديد، خلينا نتعرف عليك الشابه ويمكن هم يتكلموا عن انه يعني الناس كلهم عندهم تفاصيل قديمه موجوده عند الحبوبات بشكل خاص هي ما موجوده في الجيل الجديد، واتهامات كثيره يمكن يتكلمت عنها، فخلينا نسمع رايك انت. طبعا هو الزمن تغير، الزمن تغير طبعا، الاولاد الولد والبنت بيبقوا في اتفاقيه وكلهم متفقين مع بعض، ما في زول بيتدخل بيناتهم. انت بتشوفي الافضل شنو؟ والله الافضل لانه طبعا لازم رضا الوالدين اهم حاجه. لا هو طبعا الرضا ده حاجه اساسيه، احنا أيوة. احتمال انا اكون مقتنعه بزول ده اقوم عليه يكون رافضينه ما دايرينه ما عاجبهم. لا ده يعني ده حاجه نحن أيوة. يعني ده حاجه مسلمات عندنا كسودانيين أيوة. انه الرضا حاجه اولى، لكن اللي عايزه اتكلم عنه في الاختلاف التفاصيل انهم بيتكلموا عن انه حكايه الفطور والمال أيوة. وغيره ايوه ما في داعي اصلا، حاجه مكلفه حاجه مكلفه بجد. يلا زمان فطور حاجه بسيطه، اسيب قاع مترباس حاجات زي دي في الفطور لازم يودوها. يعني انت زي الحياه المزيمه يجيبها لك زي ما بترجعها لهم ثاني. بقى في النادي يعمل العرس في النادي، جيل في توالف ما في عرس زمان في نادي. شكرا لك جزيلا وشكرا لكل نساء الرميله، سعيده بالجلسه دي، يمكن كان حديث عن تفاصيل اجتماعيه لنساء الرميله بشكل خاص، وهي خطوات قضيناها بينهم وبين الاهل في الرميله، ودائما نتكلم عن خطوات خاصه بالنساء في مسيره اليوم في جمعنا لهذا الرحيق رحيق المكان لاهل الرميله.